باشمهندس محمد، احنا هنا في مصنع النسيج الدائري. تمام. وحسب ما فهمت من حضرتك، النسيج الدائري اللي هو بيستخدم في الاقمشه او في الملابس ذات الجوده العاليه. تمام. القمصان والتيشيرتات ذات الجوده العاليه بيستخدم في اقمشه التيشيرتات والغيار الداخلي. تمام. واقمشه الترنج. علشان نوصل للمنتج بتاع حضرتك ده، فلازم يكون في حوار دائم بينك وبين مصنع الغزل الرفيع. تمام. ده المنتج الاساسي بتاعك. بالظبط. ايه اللي بيحصل بقى في الحوار اللي زي ده؟ هو احنا بيجي لنا اوردر من قسم التخطيط بنوع قماش معين بناء على طلب العميل. فانا بناء عليه ببدا احلل العينه اللي بتجيلي، اشوف الغزل بتاعه نمرته ايه، والخلطه بتاعته اذا كان قطن 100% وغزل قطن مخلوط مع بوليستر، وابدا على اساس ده اطلب الغزل من قسم المخازن بتاعنا. والمخزن بيبعت لي الغزل، ابدا اشغله على المكنه على حسب العينه المطلوبه ونوع الاقمشه المطلوبه مني. يعني حضرتك بيجي لك العينه الاول على اساس بتنفذ، ببدا احللها اشوف الغزول المستخدمه فيها ايه ونوع القماش ده ايه اللي هبدا اشتغل فيه. في العشرة طن اليومي اللي انت بتنتجهم؟ بالظبط. اذا كان باراسولا او ميلتون اللي بيستخدم في اقمشه الترنج او الاقمشه الغيار الداخلي اللي هي الباراسولا، اذا كان بلكره او بدون لكره. طب يا باشمهندس، ال 10 طن يومي اللي حضرتك بتنتجهم هنا في الملابس الفاخره او في الاقمشه الفاخره، احنا كنا مفتقدينهم في السوق المصري، كنا بنستورد كتير منهم لانه انتاجهم في مصر كان بسعر مرتفع. فالمنتج احيانا كان بيستورد القماش ويصنعه مصريا. بالظبط، عشان يقلل التكلفه شويه بتاعت يقلل تكلفه المنتج اللي بينتج عنه. طب ازاي عشان نقدر ننافس بيه في السوق؟ ازاي وصلنا لفكره التوفير بقى؟ ان احنا بدانا نجيب الشعيرات من الاساس خالص، ونبدا نصنعها عندنا كغزول، ونبدا نصنعها عندنا كاقمشه. فده طبعا المراحل دي بتوفر كتير قوي في التكلفه، لان زي ما حضرتك عارف انا عشان اشتري غزل بتكلفه معينه، مصنع الغزل بيحط المكسب الربح بتاعه عليه، وبالتالي بيروح لمصنع النسيج يحط هو كمان الربح عليه، فالربح بيبدا يتزايد من مرحله لمرحله. ومصنع الملابس طبعا بيحط ربح بتاعه، فبتبدا بتلاقي في الاخر ان المنتج بتاعي تكلفته عاليه. بناء عليه بدات فكره ان احنا نهتم بالشعيره، يبقى المصنع متكامل، مصنع الشركه بتاعتنا متكامله، بدءا من ان اجيب الشعيرات وابدا اصنعها كغزل، ومنها وببدا اوديها على النسيج، ابدا اصنعها كنسيج، وان شاء الله في التخطيط للمرحله اللي قدام ان في مصنع ملابس هيتعمل عندنا. فبالتالي الربحيه بتقل، فببدا انافس في السوق العالمي والسوق المحلي بالسعر بتاعي. فبالتالي زي ما كان ايام سياده الرئيس ما كان موجود، احنا اتكلمنا في ان 80% من انتاجنا هيبقى تصدير و20% للمنتج المحلي. طب يا باشمهندس، قد ايه احنا في الجوده منافسين لاي قماش مماثل ممكن يجينا من بره؟ والله احنا يعني الحمد لله احنا عندنا المكن بتاعنا كله حديث، مكن جديد كله، فبالتالي بيطلع جودة عالية لأن مفيش مشاكل في المكن طبعا. واهتمام قسم الجودة عندنا هنا بالمنتج بتبقى أعلى شوية، يعني ليه؟ عايزين نطلع المنتج بتاعنا بأفضل جودة وأفضل مظهرية ممكن. تمام. عشان ننافس بيه عالميا ومحليا. طيب وبالذات عالميا. قد إيه برضو سدينا جزء من احتياجات السوق المحلي على الأقل في مراحل الإنتاج الأولى اللي احنا فيها دلوقتي؟ يعني سدينا جزء كبير طبعا من زي ما قلت لحضرتك ان احنا بننافس من ناحيه التكلفه بتاعتي، تكلفه اقل شويه، لان شرحت لحضرتك في الاول المراحل اللي كان بيجي بيها الغزول من بره لحد ما تطلع منتج نهائي، فبالتالي الربحيه بتتزايد فبيبقى المنتج بسعر اعلى. فاللي احنا عملناه لما عملنا شركه او مصنع متكامل، ان الربح بتاعنا على قد المنتج النهائي، ما بندخلش في مراحل ربحيه كتير كتجار يعني. فبالتالي المنتج بتاعنا بيبقى بسعره تكلفته اقل يعني. انت قادر تنتج فوق ال 10 طن يومي؟ ان شاء الله في توسعات ان شاء الله ان احنا نجيب مكن، نزود المصنع بمكن تاني. فطبعا الانتاجيه هتعلى لما نزود المصنع بالمكن الجديد. باشمهندس، يمكن برضه هذه الصناعه مرتبطه شويه بالموضه، بتغير الذوق العام احيانا. فقد ايه احنا ممكن نكون مرنين في تلبيه الطلب المختلف كل شويه؟ احنا من ضمن المميزات في شركتنا هنا ان مصنع الغزل ممكن من خلاله نقدر نعمل خلطات في الغزول المطلوبه في السوق. يعني ممكن نشتغل في نوع الفتله نفسها اللي نقدر نلبي بيها طلب العميل في العينات او الموضه المطلوبه. فدي ميزه من مميزات الشركه عندنا يعني. ايه الموضه اللي ممكن تختلف في الحاله دي؟ ممكن تركيبه معينه في الغزول مع تجهيز بتدينا اشكال معينه من الاقمشه.
او صبغات معينه ممكن تكون مناسبه بالنسبه للصبغات برضه. ممكن صبغات ما اللي هي تركيبه الغزول مع الصبغات ممكن تدينا شكل من الاشكال اللي تدي فيها فاشن للعينه المطلوبه في السوق. تمام. فدي ميزه من ضمن ميزات عندنا يعني ان مصنع الغزل ممكن نقدر نعمل فيه اي تركيبه من تركيبات الغزل المطلوبه واي نمره من نمر الغزول المتاحه.